السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة وفي اعلان جديد. بالنسبة للاعلان ديال اليوم اخواني، مطلوب 31 منصب ذكور واناث للعمل في الحراسة والامن والمراقبة براتب كيوصل حتى ل 6000 درهم شهريا. اذا اخواني، بالنسبة للاعلان ديال اليوم راه جبت لكم ثلاثة ديال الشركات اللي هما طالبين في المجموع 31 منصب، فيهم الذكور وفيهم الاناث. بالنسبة للصالير راه كيوصل حتى ل 6000 درهم شهريا. في اول اعلان اخواني اللي غادي نشوفوا الان، طالبين كونترولور غارديان سيكيورتي اللي غادي تخدموا في واد الذهب، يعني جهة او اقليم واد الذهب اللي هو كيتواجد اخواني هنايا. هذا اقليم واد الذهب اللي فيه الداخله وفيه بزاف ديال المناطق اللي هما كاين ما بين بوجدور واقليم او سردين. يعني هذه المنطقه هنا فين غادي تخدموا، في هذا المكان هذه، فالشركه اللي هي الشركة اخواني اللي هي شركة ديال المشروبات الغازية اللي كاينة في مدينة الدار البيضاء، ودايرة اخواني هذا العرض هذا اللي غادي يخدموا، يخدم هذا الكونترولور هذا ديال الغارديان، كونترولور غارديان سيكيورتي اللي غادي تخدم بالصالير 6000 درهم شهريا وبالكونترا ديال الانابيك. طالبين اخواني دي فورماسيون اللي غادي يكون عنده تكنيسيان سبيسياليزي، ولا يكون عنده لا جيستيون دي زونتربريز، ولا غادي يخدم كتكنيسيان جيستيون دي فلو. بالنسبة اخواني الاكسبيريونس اللي طالبين من سنة حتى سنتين في الاكسبيريونس. بالنسبة للبوست اللي غادي يخدم هذا الكونترولور كيخدم كاجون دي سيكوريتي اي سيرفيونس. اذا اخواني، بالنسبه للمهام اللي غيقوم في بهذا الكونترولور هذا ولا هذا المراقب، غادي يدير لنا ضمان المراقبه الكميه لجميع انواع البضائع العابره من خلال خدمه المراقبه عند مدخل وخروج المصنع من اجل احباط اي احتيال. اذا الشخص اللي غادي يخدم ككونترولور راه غادي يخدم يعني في هذه البلاصه هذه ولا في هذه الشركه هذه اللي هي شركه ديال المشروبات اللي تابعه لشركه اللي كاين في الدار البيضاء، ويخدم كمراقب ديال السلع اللي كتخرج من هذا المصنع هذه، والسلع اللي كتدخل لهذا المصنع هذا اللي غادي يكون كمراقب اللي هو غادي يتبع التعليمات ديال هذه الشركه هذه. وبالنسبه اخواني للصالير، كيف قلت لكم الصالير غادي تبداو ب 6000 درهم وبالكونترا ديال الانابيك. اذا هذا هو العرض الاول اللي غادي تخدموا كمراقب الامن في واد الذهب. اذا الان غنشوفوا الاعلان الثاني اللي هو هذا، الاعلان الثاني اللي هو طالبين 15 اجون دي سيكوريتي، ميتر شيان فويوز و اجون دي سيكوريتي فيمينين اوبيراتور فيديو سيرفيونس في المحمديه. هنا هادو غادي يخدموا المحمدية، وطالبين هنايا غير الإناث بوحدهم. بالنسبه لهاد الاناث هادو اللي غادي يخدموا في هاد الخدمه هادي ك يعني كديزاجون سيكوريتي، هنا غادي يخدموا اخواني بالكونترا ديال كونترا دروفاي ديترميني في مدينه المحمديه. بالنسبه للعمل ديالهم كاجون دي سيكوريتي، ميتر شيان فويوز و اجون دي سيكوريتي فيمينا اوبيراتور فيديو سيرفيونس. وبالنسبه للفورماسيون اللي طالبين هنا، طالبين فورماسيون ديال تكون عندك فورماسيون دينيسياسيون بروفيسيونيل، تكون عندك ديبلوم ديال التكوين المهني. بالنسبه للغه طالبين اللغه الفرنسيه واللغه العربيه. اذا بالنسبه لهذا العمل طالبين 15 اجون سيكوريتي اللي هما طالبين الاناث فقط اللي غيخدموا في مدينه المحمديه. بالنسبه اخواني الاعلان الاخير، طالبين 15 اجون سيكوريتي اي دو سيرفيونس اللي غيخدموا في كازابلانكا النواصر. وبالنسبه للاعلان الاخير اللي هو مطالبين لا تجربه لا مستوى دراسي ولا دبلومات ولا حتى شي حاجه، طالبين اخواني انك تكون قادر تخدم في هذا العمل كاجون سيكيورتي، كرجل امن ومراقبه اللي يخدموا في الدار البيضاء في النواصر. اذا اخواني، بالنسبه لهاد ثلاثه ديال العروض اللي مطالبين 15 اجون سيكيورتي يخدموا في كازابلانكا النواصر، و15 اجون سيكيورتي يخدموا في المحمديه اللي طالبين هنا الاناث، وهنايا مراقب او هنا اجون دي ولا كونترولور غارديان سيكيورتي اللي يخدموا في اقليم واد الذهب في شركه ديال المشروبات بالصالير ديال 6000 درهم. اذا هادو ثلاثه ديال العروض. الطريقه اخواني باش ترسلوا الطلب ديالكم اللي هو غادي تضغطوا مباشره في هذا يعني الرابط اللي غادي لكم في صندوق الوصول، غتلقوه في اول تعليق، تختاروا اش من العرض اللي غادي تدفعوا فيه، واش هذا ديال واد الذهب ولا هذا ديال المحمديه اللي طالبين فيهم غير الاناث فقط، ولا هذا اللي كاين في الدار البيضاء النواصر. اذا على سبيل المثال غادي ندفعوا لهذا اللي كاين في واد الذهب، ونضغطوا مباشره على بوستولي بهذه الطريقه هذه، وغتعطينا هذه الباج هذه. هنا غادي نحطوا المعلومات ديالنا لاكارت ناسيونال، هنا المود باس، نضغطوا على اوكي والبوستولي، وانطلاقا ملي غادي ندخلوا الكونت ديالنا في الوكاله ديال انابيك وندفعوا الطلب ديالنا مباشره. اذا بالنسبه للناس اللي مازال ما يعني ما فتحوش كونت في الوكاله ديال انابيك، ضروري انكم تفتحوا الكونت، بعد ذلك ديروا هذا المرحله هذه. اذا اول شيء بالنسبه للناس اللي مازال ما فتحوش الكونت، يدخلوا مباشره للرابط الاخر اللي غادي يكون في اسفل هذا الرابط هذا، واللي غيكون عباره عن يعني الانسكريبسيون في هذا الوكاله ديال انابيك. ضروري انكم تدخلوا لهنايا وتعمروا المعلومات ديالكم، معلومات الكارت ناسيونال، الاسم ديالكم، المعلومات ديالكم، السي في، المعلومات كاملين. غنشرح لكم الطريقه كيفاش غادي تعمروا هذا الاستماره هذه بالطريقه الصحيحه. بعد ذلك غادي نمروا كيفاش غادي نبوصيليو لهذوك العروض. تحط لاكارت ناسيونال ديالك هنا، نمره لاكارت ناسيونال هنا، تعاود نمره لاكارت ناسيونال، لا دير مود باس، وهنا تعاود مود باس. هذا المود باس هذا هو اللي تقدر تدخل به الكونت ديالك الا غادي تدفع لشي يعني لشي عمل.
بالنسبه لهنايا غتحط لومون ديالك، يعني الاسم العائلي ديالك، وهنا الاسم الشخصي، يعني هاد المعلومات كلهم باللغه الفرنسيه، ما ديرش اللغه العربيه، اكتب باللغه الفرنسيه. هنا غتحط الجنس، يعني تحط غير من ذكر او لا انت انثى، يعني حسب الشخص اللي غادي يتفاهم. بالنسبه لهنايا غتحط الحال العائلي ديالك، واش انت اعزب ولا متزوج متزوجه، ديفورسي مطلقه ولا ارمله، يعني على حسب الحاله العائليه ديال كل شخص. بالنسبه لهنايا لا دات نيسونس ديال هاد الشخص هذا، اللي هو كيبدا بالنهار، كيبدا بالنهار عاد كدوز الشهر، عاد كدوز السنه، كذا يعني كتحط المعلومات ديالك يكونوا صحيحين. بالنسبه لهنايا كتحط يعني لادريس ديالك، يعني لادريس فين ساكن، يعني لادريس يكون في لاكارت ناسيونال، يعني لادريس هو اللي كيكون في لاكارت ناسيونال. مورا لاكارت ناسيونال غادي تاخذ هذاك لادريس اللي هو مكتوب باللغه الفرنسيه، غادي تنقلو تحطو حرفيا في هذا المكان. بالنسبه لهذه المرحله هذه الثالثه اللي كتحط فيها المدينه، يعني المدينه فين ساكن نتايا. على سبيل المثال الناس اللي هما ساكنين مثلا في مدينه ورزازات بهذه الطريقه هذه، غادي يحطوا ورزازات مثلا هنايا، وهنا غادي تحط لي كوميون، جماعات اللي تابعه لهذا المنطقه اللي انت فيها. على سبيل المثال انت في ورزازات ولكن تابع لواحد الجماعه من هاد الجماعات، كاينين الجماعات كلهم في هاد المكان. بالنسبه لهنايا كتحط الجيميل ديالك، يعني الجيميل يكون صحيح وخدام، يعني اللي كيكون في التليفون كتحط الجيميل، هنا كتعاود الجيميل، هنا كتحط الرقم الهاتفي ديالك اللي هو هاتف، يعني رقم هاتف صحيح. ملي كتكمل المعلومات كاملين غادي نجيو لهذا المكان، نحطو سيتياسيون اكتويل، يعني الحاله ديالك اللي هي واش انت خدام ولا ما خدامش. الا كنت خدام يعني كدير افيك امبلوا، كنتي ما خدامش كدير سون امبلوا. مزيان، هنا بالنسبه لهاد المكان كتحط فيه الفورماسيون، يعني لي ديبلوم ديالك، يعني الشواهد، يعني بالعموم الشواهد اللي انت واخدها في المسيره الدراسيه ديالك، يعني كديرها كل شيء، يعني كتبدا بالدبلوم، عاد كدير سبيسياليتي ديال الدبلوم، عاد كدير لوبسيون ديال الدبلوم، عاد كدير الجروب ايتابليسمون اللي خديتي فيها، عاد كدير ليتابليسمون، بعد ذلك كدير السنه اللي خديتي فيها هذا الدبلوم هذا. على سبيل المثال بغيتي تزيد دبلوم اخر مثلا، عندك دي دبلوم اخرين، يعني كتضغط على اجوتي اون فورماسيون، يعني كتزيد دي دبلوم اخرين بالطريقه هذه، يعني كدير دي ديبلوم، يعني سواء كنتي مثلا قريتي مثلا في الاف بي بي تي، يعني في تكوين مهنه، ولا كنتي قريتي في شي مدرسه من المدارس، راه كلشي المدارس راه كاينين في هذا المكان. بالنسبه لهنايا كتحط ليكسبيريونس ديالك، ليكسبيريونس بالنسبه للعمل ديالك في الشركات اللي خدمتي فيهم، يعني في السنوات الماضيه، يعني كتحطهم هنايا كاملين، يعني هذه المعلومات يقدر يكون عندك في السي في، ولكن انت حاول ما يمكن انك تحطهم بطريقه صحيحه في هذا المكان. بهذا الشكل هذا يعني كتحط السنه هنايا اللي بديتي فيها الخدمه، وهنا كتحط السنه اللي كملتي فيها الخدمه مع ديك الشركه، الا مازال تخدم مع الشركه كتضغط على هذه البطونه بهذه الطريقه هنايا، كتحط هنايا لونتربريز، يعني الشركه اللي الاسم ديال الشركه اللي انت خدمتي معها، ولهذا المكان هنا كتحط شنو كنتي خدام في هذيك الشركه، يعني البوست اللي كنتي خدام فيه، يعني كتكتب هنايا يعني البرونش اللي كنتي خدام فيها في هذا البوست في هذه الشركه هذه. بغيتي تزيد شركه اخرى راه كتضغط على اجوتي اون اكسبيريونس، يعني كتزيد شركه اخرى هنايا وكدير لاطات ديالها هنايا في بديتي وفي انتهيتي والمعلومات ديال هذيك الشركه. مزيان، بالنسبه لهنا لي كومبيتونس، لي كومبيتونس بالنسبه للغه، ولي كومبيتونس بالنسبه للبيروتيك، ولي كومبيتونس اللي هما سبيسيفيك لي كومبيتونس اخرين اللي غادي تزيدهم نتايا، وهنا بالنسبه لي بريم لي بيرمي دو كوندو. اذا بالنسبه للا لونغ، يعني كدير لي لونغ ديال كاملين اللي انت عارف ليهم، بالنسبه للا لونغ كدير لي لونغ اللي عارف ليهم بهذه الطريقه مثلا، كتشوف انت اشنو لي لونغ اللي عندك، تقدر تزيد لونغ اخرى بهذه الطريقه هذه باش تكون وزيد لونغ اخرى، يعني لي لونغ كاملين راه كاينين هنايا، ويعني الحاله ديال هذو لي لونغ ولا يعني المستوى ديال لي لونغ اللي عندك نتايا. كنجيو لهنايا كنديرو هنا بيروتيك، انت كتعرف الوورد، كتعرف الاكسل، الاكسيس، الباوربوينت، اذا كتعرف البيروتيك راه مزيان كتقدم هنا. بالنسبه لهنايا كتزيد هنا الكومبيتونس سبيسيفيك، يعني اش من كومبيتونس اخرى كتعرف ليها، واش كتعرف مثلا الفوتوشوب، كتعرف الويب سايت، كتعرف مثلا المونتاج ولا المهم اي حاجه كتعرف ليها كتزيدها في هذا المكان. بالنسبه لهنايا كدير بيرمي دو كوندوي، يعني اشنو لي بيرمي اللي عندك، عندك مثلا ا، عندك بي، عندك سي، عندك دي، او اللي عندك كاملين كديرهم كاملين. هو في الاخير هنايا كتحط كترفع هنايا واحد السي في ديالك على السيره الذاتيه، كتكتبها مزيان في الوورد وكتحولها لبي دي اف وكترفعها في هذا المكان، كتضغط على هذا شوازير ان فيشي وكترفع البي دي اف هنايا وكتضغط على فاليدي في الاخير. اذا اخواني بعد ما انكم عمرت الاستماره وفاليديتيو المعلومات ديالكم، عقلوا على المود باس اللي درتو في يعني في الاستماره او لا في التسجيل، بعد ذلك غادي تجيو مباشره تضغطوا على بوستولي بهذه الطريقه هذه. هنا غادي تحطوا نمره الكارت ناسيونال ديالكم، وهنا تحطوا المود باس وتضغطوا على اوكي وتدخلوا وتبوستولي انطلاقا من الهاتف ديالكم او من جهاز الكمبيوتر، يعني هذا الموقع كيخدم في الجهاز الكمبيوتر وكيخدم في الهاتف، تبوستولي اي عرض من العروض في هذا الوكاله الخاصه بالتشغيل. اذا هذو هما العروض اخواني اللي هما مطلوبين، 31 منصب ذكور واناث للعمل في الحراسه والامن والمراقبه بالراتب اللي كيوصل حتى ل 6000 درهم شهريا. كنتمنى لكم التوفيق اخواني، ما تنسوا تضغطوا زر اللايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.